هبدأ من الدعامة، يعني مش هتكلم بالتفصيل عن أي حاجة تانية، لكن هنبدأ زي ما نقوله من محطة الدعامة. ما هي الدعامة؟ الدعامة زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمة، إن هي نقدر نقول إن هي أحدث وسيلة علاج للضعف الجنسي، أو هي وسيلة العلاج اللي خلت فعلا كل الدكاترة يقولوا إن خلاص ما فيش حاجة اسمها ضعف جنسي أو عجز جنسي غير قابل للعلاج. وهي طريقة احنا بنلجأ لها بعد استنفاذ كل طرق العلاج اللي بنسميها كونسرفتيف أو العلاج التحفظي. لماذا انتشرت الدعامة المرنة في الشرق الأوسط؟ ده سؤال مهم جدا. هو الحقيقة راجع لكذا سبب. عشان أكون صادق معك، أهم سبب العامل المادي، البرايس، إن الدعامة الهيدروليكية تكلفتها أعلى. لكن للأمانة مش ده السبب الوحيد. السبب الثاني إن مش كل الأطباء اللي بيركبوا دعامات اتمرنوا على الدعامة الهيدروليكية. فلو افترضنا ان في 100 طبيب في مصر بيركبوا دعامات، نقدر نقول ان 80% منهم بيركبوا الدعامه المرنه فقط، و20% بس هم اللي بيركبوا نوعين الدعامات. وده خلى الاطباء اللي مش بيركبوا الدعامه الهيدروليكيه بدل ما يحاولوا انهم يتعلموها ويركبوها بقوا بيهاجموها. وده منتشر في تخصصات كتير وفي مجالات كتير، ان انا الحاجه اللي مش بعرف اعملها فبهاجمها بدل ما اكون حيادي فيها. فالمريض بيروح للدكتور اللي ما بيركبش الدعامة الهيدروليكية، يقول له والله يا دكتور انا سمعت عن نوعين الدعامات، ايه رايك اركب ايه؟ يقول له لا لا لا، الدعامة الهيدروليكية دي يا راجل وحشة خالص وبتبوظ وبتعمل مشاكل، خليك في الدعامة المرنة احسن حاجة. المريض لما يسمع الكلمتين دول من طبيب طبعا بيثق فيه جدا وبينفذ الكلام ده. لكن هنا سامحني، دي عدم امانة. انا المفروض كراجل المريض بيسالني سؤال زي كده وانا مش بركب النوع ده من الدعامات، اقول له والله يا ابني انا مش بركب النوع ده من الدعامات، ممكن حضرتك تستشير حد تاني بيركبه. لكن الثقافه دي للاسف مش موجوده عندنا، صعب ان انت تلاقي طبيب بيعمل كده. وخد بال حضرتك ده حال اي حاجه جديده بتظهر في مجال الطب، يعني حضرتك لو تفتكر المناظير اول ما طلعت كان الدكاتره الكبار مش بيشتغلوا مناظير، ما يروح المريض يقول له انا عايز اعمل مراره بالمنظار، يقول انت مجنون يا راجل، انت مفيش احسن من جراحه. فده حال فنقدر نقول ان الدعامه الهيدروليكيه هي دعامه جديده في مصر وفي الميدل ايست، نسبيا جديده نسبيا. فالدعامه المرنه بقى لها فتره طويله بتتركب ودكاتره كتير عندهم خبره كبيره فيها، لكن الدعامه الهيدروليكيه لا. فده من الاسباب اللي خلى ان المريض رايح بيسال الدكتور بتاعه فيقول له لا الدعامه الهيدروليكيه، يبتدي ينعتها بصفات هي حقيقيه مش موجوده فيها، وهي لو كانت موجوده فيها ما كانتش هي بقت الاكثر انتشارا على مستوى العالم. هل تعبير انه عمليات الدعامه من العمليات المظلومه، هل ده تعبير صحيح ام تعبير يعتبر درامي مبالغ فيه، ميله دراما يعني؟ لا، هو انا دايما بقول كده، بقول ان عملية مظلومة. ان عمليه الدعامه عمليه مظلومه. ليه؟ لان عمليه الدعامه تفتقر لشيء مهم جدا في الطب حضرتك تعرفه، اسمه الورد اوف ماوس، اللي هو انا عملت عمليه ونجحت فبقول للدكتور ايمن انا عملت العمليه دي عند الدكتور زي الليزك مثلا، الليزك زي تكميم المعده، زي عمليات التجميل بانواعها، حاجات كتير جدا. لكن فبتلاقي ان المريض واحد بس عمل بروباجندا ومرضى كتير حواليه عرفوا بالموضوع، حتى لو مش هيعملوا عمليه دي دلوقتي بس بقى عارف ان في عمليه بشكل. زراعه الشعر حاجات يعني كتير جدا. في ممثلين في العالم بيطلعوا يقولوا احنا بنعمل لنا زراعه شعر، هم مش محتاجين يقولوا يعني مساله طباعات زي تكميم المعده زي الليزر حتى قلت. لكن مريض الدعامه، مريض الدعامه بيجي في سريه تامه، وكتير منهم مش بيقول لزوجته، واقرب الناس ليه ما بيعرفش، وبيعمل عمليه في سريه تامه، فبالتالي عمليه مظلومه. وبتبص لاقي ان المريض ما بيقولش لحد، ما بيحكيش لحد. وفعليا لو كل مريض عامل دعامه حكى لاصدقائه وقرايبه وقال لزوجته وزوجته قالت لاصدقائها، كان اضعاف واضعاف اللي بيعملوا العمليه دلوقتي كانوا بيعملوها. لكن المريض بيعملها في سريه تامه، ما بيقولش لاي حد خالص، وده بيخلي العمليه مظلومه. وده اللي بيخلينا احنا كاطباء بنركب الدعامه مضطرين ان احنا طول الوقت نتكلم عنها، نطلع في برامج زي مع سعادتك نوضح نقاط غايبه. وساعات المرضى بيلومونا يقول لك انتوا ما عندكمش الا دعامه طول الوقت تتكلموا عنها، لان هي مظلومه. ما انا مضطر اوضح لك، ما حدش بيتكلم عنها غيركم، وما حدش يتكلم عنها غير هنا، غير هنا، لان مش هتلاقي مريض طالع يتكلم. وزي ما سعادتك قلت، يعني انا بصدق عامل عمليه لكتير من نجوم المجتمع في مصر، لكن هل تتصور ان حد منهم هيتصور معايا ويقول انا عامل دعامه هنا؟ مستحيل. السؤال الثاني يتناقض مع السؤال ده. طب مع ذلك انتشرت هذه العملية، يعني السجل الموجود في المستشفيات ده سجل لا يكذب، صح، يقول أن هذه العمليات تضاعفت وزادت.
ده حقيقة فندم لأسباب كتير جدا. أولا إن الوعي زاد، ما نقدرش ننكر إن توبيك الضعف الجنسي ده لما كنا بنتكلم فيه من 15 أو 20 سنة كان توبيك حساس جدا، وكنا بنجد حرج شديد عشان نتكلم فيه، لكن والراجل كان بيجد حرج شديد إنه يروح يكشف ولا أنا عندي الموضوع ده، وساعات مش كان بيعرف يروح يكشف فيه. فأولا وعي الوعي الرجالة زاد. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة، إن عدد الأطباء اللي بيركبوا دعامة بقوا كتير. قبل كده نفس اللي كنا لسه بنتكلم فيه على الدعامة الهيدروليك كان بينطبق على الدعامة المرنة، أول ما طلعت كان اللي بيركبها 5-6 دكاترة في مصر. طب بقية الدكاترة مش بيركبوها، بطبيعة الحال المريض بيروح يقول للدكتور يا دكتور أنا سمعت إن في عملية اسمها الدعامة، إيه رأيك ما تعملها لي؟ بدل ما يقول له يا ابني أنا ما بعرفش أعملها أو روح للدكتور فلان يعملها لك، يقول له لا لا دي عملية وحشة وبتبوظ العضو ويفضل العضو منتصب طول الوقت وكلام كده، فالمريض بيخاف. النقطة الأخيرة السوشيال ميديا. لو بصينا من 10-15 سنة كان المصدر الوحيد للمعلومة الطبية هو الطبيب، فالمريض ما قدموش حل غير انه يروح للدكتور بتاعه ويسأله والمعلومة اللي بيقولها له بياخدها بثقة وخلاص وما يدورش تاني. دلوقتي لا يا فندم، المريض قاعد قدام التلفزيون بيشوف ساعتك بيستقبل المعلومات، بيخش على جوجل بيدور بيلاقي معلومات، بيخش على يوتيوب بيلاقيني انا بتكلم والدكتور فلان بيتكلم والدكتور فلان بيتكلم، فما بقاش المعلومة قاصرة على الغرف المغلقة، فبقى المريض بيقدر يوصل للمعلومه اللي هو عايزها بسهوله شديده، وبيسمع ده بيقول ايه وبيسمع ده وبيقول. المريض على فكره عنده القدره انه يستشف مين الدكتور الصادق وغير الصادق، ومين اللي بيكلمه بدون ما يدور على مصلحه شخصيه ومين اللي حاطط مصلحته الشخصيه امامه. كومبير هو بيكومبير بيقارن كمان بيقارن. الحوار ده بيفيدك في دلوقتي ناس بتدخل تشوف المراجع العلميه بتقول ايه وترجمها. مظبوط صح. وطبعا في ناس بتجيبها من مصدرها من اصلها. انا يعني بيجي لي مرضى كتير يقول لي انا سمعت حاجه بتقول كذا وفي دكتور بره قال كذا وانا شفت دكتور في التلفزيون قال كذا، وبيبتدي يقارن وهو المريض ما عنده المقدره انه يفرز اللي بيقول المعلومه الطبيه سليمه ولا. فكل ده ساهم طبعا في انتشار عمليه الدعامه. فنفسي زي ما عمليه الدعامه المرنه انتشرت انا نفسي ان الدعامه الهيدروليك تنتشر. وعشان اكون صادق معاك دكتور، انا نفسي يجي اليوم اللي اكون زي اوروبا وامريكا ان انا ما بركبش غير الدعامه الهيدروليك. يعني انا لو بايدي هعمل كده. بس في نقطة أخيرة عايز أوضحها برضو، إن اللي خلى الدول دي الدعامة الهيدروليك أكثر انتشارا فيها إن التأمين بيغطي. فما فيش شك إن المريض مش بيشيل عبء أي حاجة. فإحنا لو جه اليوم اللي التأمين الصحي هيغطي هذا النوع من العمليات، أنا بأكد لك إن الدعامة الهيدروليك هي هتكون 99% من المرضى بيركبوا الدعامة الهيدروليك. في كتير من الناس عندها تخوف في أنواع الدعامات عموما من ما يسمى ب تحول الحالة إلى حالة شبه آلية صناعية، فما فيش فيلينج فيش إحساس، هذا هاجس مخيف عند الرجل. والحقيقة يا فندم ده فعلا هاجس مخيف، وده للأسف اللي بيخلي رجالة كتير مش عايز يعمل عملية، وبيخلي سيدات كتير مش عايزة زوجها يعمل العملية. يعني ساعات الراجل بيبقى عايز يعمل عملية لكن زوجته رافضه، هي عندها قناعة أن الراجل ده بعد ما يعمل عملية هيكون عنده عضو صناعي ما فيهوش أي إحساس. ومن هنا انا عايز اوضح النقط الاتيه لحضرتك، يعني فرصه ان انا برنامج حضرتك انا اوضح. في فرق يا جماعه ما بين ان انا عندي خلل في عضو في جسم الانسان فانا بصلحه، او ان انا بستبدل العضو ده بالكامل. على سبيل المثال واحد ماشي رجله اتكسرت فانا عملت له عمليه ركبت له شريحه ومسامير، دي عمليه. لكن واحد ماشي حصل له حادثه فحصل له بتر في رجله فانا ركبت له رجل صناعي. في فرق ما بين الاثنين. الراجل الاولاني دي رجله هي بنفس ملمسها واحساسها وشكلها وكل شيء، بس حطيت له دعامه دعمتها جوه بحاجه عشان ترجع تقوم بوظيفتها، لكن هي لكن الثاني ده لا، ده حصل له بتر فانا عوضته بحاجه صناعي عشان تقوم بالوظيفه، لكن عمري ما هقدر اوصل لخلقه ربنا لا في الشكل ولا في الملمس ولا حاجه. على فكره في عمليات استبدال للبتر فعلا، ده حقيقي بس دي مش قضيه، دي مش قضيه تانية. فده اللي انا عايز اوضحه، في فرق ما بين ان انا اقصد بيها البتر العضو الذكري في العضو الذكري فدي فلو المريض ده لو الحاج بتفضلت وذكرته اللي عنده بتر ده ممكن يركب له عضو بلاستيك كله. هنا ده عضو فعلا ما فيهوش احساس ولا متعه، لكن الدعامه لا. انا وساعات بشبهها المريض، انت عندك ساعه فيها ترس مكسور وديته للراجل الساعات يغير لك الترس ده، لكن الساعه انت احتفظت بيها بنفس شكلها ونفس لونها ونفس كل مواصفاتها، ما تغيرش حاجه فيها غير لما اكون انا استبدلتها لك بساعه ثانيه. ففي فرق ما بين الجهاز التعويضي وما بين الدعامه. الدعامه دي انا حاجه بحطها داخل العضو الذكري عشان يرجع يقوم بوظيفته، لكن الشكل والملمس والاحساس كل حاجه هي هي طبيعيه. ودي نقطة بتخلينا نخش في نقطة تانية أنا دايما بذكرها، إن يا جماعة الدعامة ما بتعملش انتصاب،
الناس فاكره ان الدعامه بتعمل انتصاب صناعي. الدعامه ما بتعملش انتصاب اساسا. امال الدعامه بتعمل ايه؟ بنوعين. الدعامه بتعمل صلابه. يا دكتور ايمن، المريض اللي بيركب دعامه هو مش ما عندوش انتصاب، هو ما عندوش صلابه، وفي فرق كبير ما بين الاثنين. ايه الفرق ما بين الانتصاب والصلابه؟ الصلابه هي شق من او جزء من الانتصاب. الانتصاب ده فكرته كالاتي، ان رجل تعرض للاثاره الجنسيه، ابتدت تحصل تفاعلات كيميائيه في جسمه، طلعت ماده اسمها النيتريك اوكسيد، النيتريك اوكسيد ده وسع الاوعيه الدمويه في منطقه الحوض وفي العضو الذكري، ابتدى يحصل للعضو انتفاخ، وده اللي احنا بنسميه تيوميسنس. العضو هنا حجمه تضخم. ده الشق الاول من الانتصاب، وده تقريبا بيحصل ل 99% من مرضى ضعف الانتصاب. بيالي الشق ده ان الدم يخش داخل الجسم الكافي ويتحبس تحت ضغط عالي. هو ده اللي بيخلي العضو يتصلب. دي عمليه ميكانيكيه صعبه. وده بقى اللي بيفتقره مريض ضعف الانتصاب. مريض ضعف الانتصاب يقول لك انا العضو بينتصب بس طري رخو، او يتصلب وفي وسط العلاقه يرتخي. يبقى الرجل ده مش يفتقر الانتصاب، هو يفتقر الى الصلابه. وده اللي بتعمله الدعامه. الدعامه سواء المرنه او التركيه بتخلي العضو صلب. الفرق ما بين النوعين، الدعامه المرنه بتخلي العضو صلب طول الوقت، الدعامه الهيدروكيه بتخليه صلب عند العلاقه فقط. لكن انا في الحالتين عوضت الصلابه، لكن الانتصاب هو هو. هيتم امتى؟ مع الاثاره الجنسيه. فدعامه بدون اثاره جنسيه لا تمثل شيء. فالمريض اللي مركب دعامه قاعد مع اصدقائه على القهوه ما عندوش انتصاب، قاعد في شغله ما عندوش انتصاب. والرساله دي انا بقولها للسيدات، لان الست بتقول يعني الجوز هيمشي طول الوقت منتصب، العضو مش منتصب، العضو مرتخي، هيحصل انتصاب معاكي فقط مع الاثاره الجنسيه فقط. هيبتدي يحصل كل اللي احنا حكيناه، لو عدنا ميه اتسعت، الدم دخل داخل العضو، العضو انتفخ اتملى بالدم، هتتم العلاقه. امال ايه اللي عملته الدعامه؟ خلت العضو صلب فقط. ده هيخلينا نسال سؤال، هل الدعامه بتعوق مرور الدم داخل العضو؟ اطلاقا الدعامه لا تعوق مرور الدم داخل العضو. فالدعامه احنا بنحطها داخل الجسم الكافي، لكن مع الاثاره الجنسيه الجسم الكافي جداره بيرتخي، بيسمح بمرور الدم جنب الدعامه، العضو بينتفخ يتملا بالدم طبيعي جدا، وبعد القصف العضو بيرتخي، تفضل الدعامه. فمريض الدعامه بيحصل له انتصاب طبيعي زي اي رجل، وبيشعر بنفس اللي بيشعر بيه اي رجل، وبيحصل له قصف زي اي رجل، والا ما كانش حد ركبها. لو مريض الدعامه ما عندوش احساس ما كانش حد ركبها. فالدعامه لا يا فندم، ما بتضيعش الاحساس ولا المتعه ولا اللذه، والدعامه ما بتعملش انتصاب اساسا، الدعامه بتعمل صلابه فقط. عندي سيتويشن معين، اثنين مريضين، المشكله انه مستغرب جدا ان انا اشوف حالات وصلت الى مرحله الضعف الجنسي العنيف اللي يستحق دعامه، وهم سنهم صغير عشرينات، وزادت الحالات دي معرفش ليه. الحاجه الثانيه سن كبير، فسن كبير وليكن في السبعينات او حتى في الثمانينات، ونقترح عليه الدعامه، فذهنيا هذا المريض ربما يقول انا بلغت من السن ما لا يسمح لي بالدخول في جراحات، رغم انه صحيا ممكن يكون فت لجراحه. في السنين دول اللي خلينا نقول السن المناسب، هل هناك سن مناسب؟ وضعيه السنين دول، سن الصغير جدا لماذا زادت فيه الحالات، والسن الكبير هل هو مناسب له تركيب دعامه ام لا؟ طب ده سؤال جميل جدا دكتور ايمن. هو خلينا متفقين ان الضعف الانتصاب زيه زي امراض كتير مش مرتبط بسن. فزي ما في شاب صغير عنده سكر وضغط وكده، في راجل عنده 70 سنه ما عندوش اي امراض، فما فيش حاجه اسمها ان الامراض دي امراض. في امراض طبعا مرتبطه باعمار معينه، زي مثلا سرطان البروستاتا معروف انه بيجي للراجل بعد سن ال 70، ففي امراض معروف ان ليها سن معين. لكن في امراض كتير ملهاش، الموضوع ملوش علاقه بالسن. فضعف الانتصاب ملوش علاقه بالسن، بقينا بنشوفه في شباب صغير وفي سن كبير. فالاجابه على الشق الاول من سؤال حضرتك، ليه بقى موجود اكتر في شباب كتير؟ الحقيقه الموضوع، عشان اكون صادق معك، انا ما فيش تحت ايدي بيانات فما اقدرش اجاوب اجابه دقيقه، لكن عندي تصور يعني معين ان ممكن يكون، خلينا متفق يا دكتور ايمن، ان كل حقبه زمنيه وليها امراضها، والامراض اللي كانت موجوده من 200 300 سنه ما عادتش موجوده دلوقتي. فكل زمن وليه ظروفه. خلينا متفقين ان الشباب دلوقتي بيمر بظروف معينه، بيمارس ممارسات معينه ممكن تكون ما كانتش موجوده قبل كده، فده ما فيش شك انه اثر على القدره الجنسيه لدى الشباب. فلو انا قارنت بالمكان عندي، انا من 15 سنه كان معظم اللي موجودين فوق سن ال 50، انا دلوقتي معظم الموجودين شباب صغير. فيعني اسمح لي ممكن في يوم نفرد حلقه خاصه على التصور اللي عندي، ايه اللي خلى الموضوع في الشباب منتشر. لكن إجابة على سؤال حضرتك ده هيخلينا نرجع للسؤال الأهم، مين اللي يركب الدعامة أو الانديكيشن لتركيب الدعامة، وده اللي احنا قلناه في الأول. هو أي مريض ضعف انتصاب لا يستجيب للعلاج، أيا كان سنه، أيا كان حالته المرضية،
ايا كانت ظروفه. بمعنى انا بيجي لي راجل عنده 70 سنه 75 سنه مريض سكر وضغط وعنده تليف شديد في العضو وعنده حاجات كتير جدا، لكن ده مجرد ما خد شويه علاج قال لي انا بقيت تمام زي الفل، خلاص ده ما يركبش دعامة حتى لو هو عايز. بيجي لي شاب صغير ما عندوش اي حاجه، ولا مريض سكر ولا ضغط، وشاب رياضي وما فيهوش اي حاجه، بس عنده ضعف جنسي شديد ومش قادر يقيم علاقه ناجحه مع زوجته، وجربنا معاه كل انواع العلاج ومش نافع، يبقى ده يركب دعامة. بس الحالات دي اللي هي بالمواصفات دي، اللي هو لا سكر ولا ضغط وسنه كويس ورياضي ولا بيعاني من السمنه، دي حالات كانت مستغربه. لماذا زادت؟ يعني ايه التفسير ليه؟ هل هي تفسير ايديوماتيك ولا لو بيزك نيورايتس او التهاب عصب؟ انا مش فاهم يعني ليه بشوف حالات كده. هو بص يا فندم، يعني اولا لازم اكيد ليها سبب، والسبب ده ممكن يكون احنا مش عارفينه. يعني بعض الاحيان ممكن لما بناخد تاريخ مرضي من الولد شويه بنبتدي نكتشف حاجه مر بيها وهو صغير. من اشهر الاسباب اللي انا شايفها الممارسه الخاطئه للعاده السريه، وليس ممارسه العاده السريه. يعني انا من دايما في في في, في دايما رايي ان العاده السريه في حد ذاتها هي مش مضر، هي زيها زي العلاقه الزوجيه، لكن الممارسه الخاطئه بمعنى العنف في ممارسه العاده السريه. وانا دايما هنا بنادي الاهل ان بدل ما تقول لابنك ما تعملش العاده السريه وهو مش هيسمع، لو هو بيعملها يعملها، حذر وقول له ان انت لو اضطريت تعمل العاده السريه اعملها بس ما تاذيش نفسك. الشباب بيعمل العاده السريه بعنف وممارسات غريبه جدا جدا، وبسمع حاجات غريبه جدا جدا. هو الحقيقه لازم الشاب يبقى عارف ان العضو الذكري المنتصب حساس جدا لاي ممكن اصابه، ممكن كسره ممكن اصابته. ربنا خلق العضو الذكري ده عشان يتم العلاقه داخل المهبل، المهبل ده مبطن بانسجه رخوه حنينه على العضو. لكن الحاجات اللي بيستخدموها الشباب لممارسه العاده السريه عنيفه على العضو الذكري وهو بيكون منتصب، فده بيأذي العضو وده بيسبب مشاكل. فالممارسه الخاطئه للعاده السريه والعنف اثناء ممارسه العاده السريه والممارسات الغريبه اللي بسمعها من الشباب اللي بيعملوها اثناء ممارسه العاده السريه ده ليه دور كبير. في حاجات تانية، التدخين ليه دور، السمنه زي ما حضرتك تفضلت، العادات الاكل السيئه، يعني طريقه الاكل بتاعتنا دلوقتي غير اللي كانت موجوده من 20 سنه، أدوية المكمل اللي بيدوها في الجيم كمان، في ادويه كتير من الحاجات دي ليها تاثير سلبي. وانا فعلا عندي مرضى كتير من بياخدوا جرعات من غير محسوبه من الهرمون الذكري وحاجات كده بتلخبط له الهرمون البروفايل بتاعه، فبتخليه يجي له مشاكل كتير. فده خلينا نرجع تاني يا دكتور، ان مين اللي يعمل، هل الشاب سنه صغير او الراجل الكبير؟ ما اقدرش اقول لك. اللي يعمل هو المريض الذي لا يستجيب للعلاج ايا كان سنه ايا كانت حالته المرضيه، الذي يحتاج يعني الذي لم يستجيب. فما ينفعش الراجل ده محتاج العمليه واجي اقول له لا انت مش هتعملها اصل انت كبير، او اصل انت لا لسه صغير لما تكبر تعملها. مفيش حاجه اسمها كده، لان الواقع بيرسي علي ان انا بسمع الجمله دي كتير بالذات في الشباب، الراجل الكبير بيعملها وخلاص، لكن الشاب الصغير يقول له انت ازاي انت صغير، انت 28 سنه 25 سنه ازاي هتعمل دعامه دي، بيعملوها الكبار. طيب ايه اللي بيحصل؟ الولد ده بيفضل يروح من دكتور لدكتور لدكتور وعمره بيضيع، وممكن حياته الزوجيه تنتهي، ولو هو شاب مش متزوج ممكن ما يتجوزش خالص، والعمر بيسرقه. وهو بيجي لي بعد 5 سنين يقول لي يا ريتني سمعت كلامك يلا نعمل العمليه. هو اللي كان عندي من 5 سنين وانا قلت له انت محتاج العمليه، بس ناس كتير منهم اطباء قالوا له لا ما تصدقش الكلام ده انت لسه صغير هتبقى كويس. فهو الفيصل، انت العلاج جايب نتيجه، قادر تعمل علاقه ناجحه مرضيه ليك وللزوجه، تمام. وخد بال حضرتك من الجمله الاخيره دي، مرضيه ليك وللزوجه. احنا عندنا مشكله كبيره يا دكتور ايمن ان الرجاله كتير عندهم مشكله بس هو مش عارف. في رجاله كتير مجرد ما تمت العلاقه وحصل علاج وحصل قصف هو فاكر نفسه طبيعي، لكنه يفتقر الى الصلابه الكافيه. خلينا متفقين ان الزوجه لا تشعر بالمتعه اثناء العلاقه لو العضو مش صلب كفايه، وده اللي بيخلي ظاهره غريبه بتحصل عندي، واعتقد انها بتحصل عند كتير من الزملاء، ان بلاقي كشف باسم رجل والاقي زوجته اللي جايه، فين زوجك؟ تقولي لا اصل جوزي عنده مشكله وهو مش عارف او مش راضي يعترف ان عنده مشكله، او انا مكسوف اقول له فلو سمحت اكتب لي علاج احطه له في الاكل في الشاي عشان يبقى كويس. طبعا انا كلنا بنرفض ده، لكن ده يقول لنا ان في مشكله موجوده في المجتمع، رجل عنده مشكله وهو مش عارف، يا اما بيتجاهلها عن عمد او هو فاكر نفسه كويس، هو متصور انه تم العلاج وتم القصف انا كويس لكن زوجته مش. والحقيقه الست اللي بتتصرف تصرف ده ست محترمه وست كويسه جدا وست شجاعه، بس عايزين نكمل الشجاعة وان هو يجي نفسه، لكن هي ست رائعة. يعني لما ست تتحرك وتروح حتى لو هي يقول ايه تتنكر كأنها رجل ما نسمعني وتدخل كأنها في كشف وتقول انا بقى انا ست هي وقصتي كذا وكذا وكذا، انت ست يعني ايه الستات دول؟ ما هو في ستات تانية على الجانب الاخر بتبهدل الدنيا. يعني فخلينا نقول انه الحل طبي، فلازم الراجل يقتنع ويروح
ولا ينتقص من ذكورته ولا من رجولته شيء. ده حقيقة. ويجب ان الزوج يتقبل ده بصدر رحب ويكون سعيد بزوجته ان هي عايزة تعيش سعيدة معاه. فدي ست محترمة. هي حالة مرضية زي اي حاجة. زي ما واحد يجي له طنين في ودانه. ده هو انت هتخجل من عندك طنين في ودانك. لما مش هتخجل. انا دايما بقول كده فندم ان الضعف الجنسي ده زيه زي مرض. احنا مشكلتنا في المجتمع الشرقي ان احنا حصرناه في الرجولة. الرجولة شيء والقدره الجنسيه شيء تاني. الرجوله دي صفات تربيه ونشأة وعوامل كتير بتخش فيها. بدليل ان احنا عندنا العمليه اللي بنتكلم فيها حضرتك الدعامه دي بتحول شخص عاجز جنسيا تماما لشخص عنده قدره جنسيه لا نهائيه. لكن السؤال يا دكتور ايمن, هل دي هتغير في طباعه في سلوكه في طريقه تعامله؟ هيفضل زي ما هو. بس ممكن تغير في درجه. يعني ما هو ساعات الضعف الجنسي بيخلق حاله من الحده في شخصيه الانسان. ده حقيقي. ده موجود. يعني ساعات, يعني احنا شفنا فيلم اتعمل حلو جدا بس الناس ما بتفرجش عليه كتير, بس فيلم رائع يعني بتاع الاستاذ محمود عبد العزيز رحمه الله. الراجل ده كان عظيم جدا وكان بينقي افلام حلوه قوي. كان عمله مع الجميله الرائعه نجلاء فتحي, وفي نص الفيلم الاولاني كان يعاني من ضعف جنسي بس كان نفسي, وهي عالجته تحول او رجع لحالته الطبيعي. فكان في الاول مش مهتم بهندامه وشكله, بس قلبت معاه بقى بانه هو يعني لعب بديله بقى وده مش مطلوب يعني. يعني انتوا اكيد شفتوا الفيلم, يعني انا مش فاكر اسمه بس الفيلم له يعني, وقال ان هو قصه حقيقيه ومكتوب بالشكل دوت وبتاع. لكن خلينا نقول بقى لحاجه او نرجع لنقطه مهمه قوي, لانه هو دعامه ولانه جسم يعني ارتفيشال صناعي. فكتير من المرضى بيسالوني, حتى بيسالوا كل الاطباء, يقول لك الجسم مش هيرفضه اصل هو خايف, خصوصا لو كان مريض سكر او مريض مرض مزمن, خايف من رد فعل المناعي للجسم. طيب هو الحقيقه دكتور ايمن ما فيش حاجه اسمها الجسم يرفض الدعامه, وخلينا متفقين ان الجسم يرفض النسيج الحي اللي يتزرع فيه. يعني الجسم ممكن يرفض كلى, ممكن يرفض فص كبد, لكن الجسم لا يرفض الجسم الغير حي اللي يزرع فيه. فعمرنا ما سمعنا عن جسم رفض شريحة عظم, أو جسم رفض دعامة قلب, أو جسم رفض صمام قلب. وما إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن دي بتكون عدوى حصلت للمريض أثناء العملية. ده جسم جريء. لو حصلت عدوى أثناء العملية دي حاجة كاتاستروفيك أو كارثية, لأن هنا البكتيريا موجودة على الجسم الغريب. أنا مهما أدي للمريض ده مضادات حيوية, المضاد الحيوي بيشتغل على البكتيريا اللي موجودة في الأنسجة, لكن البكتيريا اللي موجوده على الجسم الغريب المضاد الحيوي مش هيوصلها. فانا لازم اشيل هذا الجسم الغريب. ومن هنا جت الفكره دي ان كتير من الاطباء هو بيحصل العدوى دي وممكن تكون خارجه عن ارادته, مش ذنبه. اوضه العمليات بيخش فيها عوامل كتير جدا وهو مش قادر يتحكم فيها, بس هو مش قادر يواجه المريض او مش قادر يقول له الحقيقه ان حصلت عدوى, فيقول له الجسم رفض الدعاء. وفي كتير من الاطباء عشان يأمن نفسه قبل العمليه يقول له ايه والله العمليه هتتم بخير الا اذا جسمك رفض الدعاء. لا, هو ما فيش حاجه اسمها ان الجسم يرفض جسم غير حي يتزرع فيه. الجسم يرفض النسيج الحي اللي بيتزرع فيه. بالنسبه للشق الثاني لمريض السكر, نقدر نقول ان 80% من المرضى اللي بيعملوا دعامه هم مرضى سكر, ولو كل مريض سكر ما عملش دعامه يبقى ما حدش هيعمل. لكن خلينا متفقين, الناس بتقلق يقول لك جرح السكر. هو احنا بنقلق من جرح السكر يا دكتور ايمن الجرح الملوث اللي هو راجل ماشي في الشارع, او ان سكره مش مظبوط قوي. سكره مش مظبوط ده شق تاني. فلازم المريض طبعا احنا نظبط سكره كويس جدا قبل العمليه. لكن الشق التاني لازم المريض يبقى عارف ان في فرق ما بين الجرح الملوث, انت ماشي اتعورت او مسمار دخل في رجلك, ده جرح هياخد وقت طويل عمل ما يلتئم. لكن الجرح اللي انا فاتحه في اوضه العمليات بمشرط جراحي ومقفول بغرز جراحيه تحت تعقيم كامل, ده بيلتئم زيه زي اي حد طبيعي, بالذات لو سكرك مظبوط. فهنا بيتساوى مريض السكر بالمريض اللي ما عندوش سكر. وده هيخليني معلش اتطرق لنقطه اخيره, حضرتك اثرت في سؤال قبل كده, ايه اسباب انتشار الدعامه؟ دي نقطه مهمه ان يمكن انا نسيت اقولها. يعني حاجتين, انواع الدعامات اتطورت شويه, بقى في انواع مغطاه بمضادات حيويه فده قلل نسبه حدوث العدوى بصوره كبيره جدا, وطرق التعقيم اختلفت, غرف العمليات اختلفت. فبقى في دلوقتي غرف عمليات كبسوله, دي اوضه مجهزه بطريقه معينه بتقنيات معينه بتضمن لي درجه تعقيم اعلى جدا جدا. كل ده قلل مشاكل العمليه. فاذا كان المريض قبل الدكتور قبل كده كان ممكن يعمل 10 عمليات مثلا, 9 يبقوا كويسين واحده فيها مشكله, لا دلوقتي ما بقيناش بنشوف كده. ممكن الدكتور يعمل 100 عمليه وما فيهاش اي مشكله. فقله المشاكل شجعت الاطباء انهم يعملوا العمليه, وشجعت المرضى انهم يعملوا العمليه. فالتطور في انواع الدعامات والتطور في غرف العمليات وفي طرق التعقيم, غير ان الدكاتره خبرتهم زادت.
كل عملية كل ما بيعدي الوقت كل ما الدكاترة الدكتور بياخد خبرة أعلى فيها، بيعملها في وقت أقصر، خبرته بتزيد فيها، فمشاكلها بتقل. عايزك تشرح لنا قيمة هذه المعدات، قيمة الميجرمنت، القياسات اللي بتتعمل عشان نبقى فاهمين تفاصيل القرار بتاع أنهي دعامة بأنهي مقاس مناسبة لهذا المريض، لأنه في الفرق بين جراح محترف لهذه العملية وبين جراح يعني لسه بياخدوا خطوات الأولانية هي القياسات. بشوف بعيني مرضى كتير مركبين الدعامة ومش مبسوط ومش سعيد وبيشتم في العملية أو غير راضي عن العملية، مش عشان العملية وحشة ولا سعيد، بالعكس العملية جميلة وكل حاجة، لكن هو مشكلة أن الدعامة متركبة له مقاس غير مناسب ليه، سواء أكبر من اللازم أو أصغر من اللازم. أي خلل في مقاس الدعامة هيسبب مشكلة، وده ممكن نستفسر.